كاتب مصر وحدها، ولكنه كان أديبا من كل العرب. فبالرغم من أن قلمه لم يغادر القاهرة وحواليها، فإنه استطاع أن يعبر الحدود إلى العالمية. إنه الأديب العالمي نجيب محفوظ. ولد نجيب محفوظ بالجمالية بالقاهرة في 11 ديسمبر عام 1911، وعند بلوغه العام الرابع التحق بالكتاب، ثم حصل على شهادة ثانوية من مدرسة فؤاد الأول. التحق بعدها بكلية الآداب قسم الفلسفة ليتخرج فيها عام 1934. وما بين رغبته في إعداد رسالة الماجستير في الفلسفة وميله إلى الأدب وعشقه الشديد للكتابة، احتار